من الاخر كده الفيديو ده يستحق المشاهده والتجربه. لايك بقى وشير ومنتدى بقى يا جماعه، وشجعوني عشان ننزل لكم وصفات اكتر واكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك. يلا بينا نبدأ في الفيديو النهاردة. فيديو النهاردة مشروبات حلوة جدا جدا جدا، عصير فريش كده من الآخر. يلا بينا نتعرف على مقاديرنا النهاردة. أول حاجة أنا معايا كوبايتين من المية عاديين خالص، معايا نص ليمونة، 3 معالق كبار من السكر، ممكن نستبدله بالعسل الأبيض، معايا رمان، تمام، يعني معايا 3 حبات من الجوافة، ومعايا كوباية كبيرة من الرمان، تمام اهو، معايا العصير اللي هنعصر بيها الليمون، ومعايا الصفايه اللي هنصفي بيها العصير. يلا بينا نبدا. يلا بينا. اول حاجه انا جبت شفشق الخلاط وهنزل عليه ب3 حبات الجوافه. بسم الله. انا طبعا مفرزاها في الفريزر، تمام، على كوبايه الرمان اللي انا برضو مفصصاه. السكر بقى يا جماعة للي حابب، يعني مثلا المقادير دي هتعوز نص كوباية سكر، تمام، انا حاطة هنا 3 معالق بس، يعني ربع كوباية. السكر بقى على حسب رغبتكم انتوا، تمام. وبعدين هنزل عليه بالنص ليمونة اهي، نص عصير الليمون، تمام، وعليهم 2 كوباية من المية. واخلطهم بقى كويس جدا وارجع لكم تاني. وهنا طبعا العصير جاهز معايا، وبقى زي ما انتوا شايفين كده قوامه حلو جدا ممتاز. لو انتوا عايزينه اخف اكتر زودوا حبة مية كمان، تمام. السكر على حسب رغبتكم، ممكن الاستبدال بدل السكر عسل ابيض، تمام، على حسب ما انتوا بتحبوا، وممكن من غير سكر خالص للناس الممنوع عن السكريات والكلام ده كله، تمام. لو انتوا عايزين لون اغمق شوية ممكن تزودوا حبات من الرمان تاني، يعني حباية كده من الرمان تاني، تمام، على حسب اللون المطلوب. انا بالنسبة لي كده العصير جاهز معايا وتمام وزي الفل. نبدأ بقى الخطوة اللي بعد كده. يلا بينا. هنبدأ بقى في الكلاس او الشوب الكبير، ونجيب المصفى اللذيذة بتاعتنا دي، وهنبدأ بقى نصفي كل العصير بتاعنا. بسم الله. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو بينزل، بس مش بسهولة، يعني لان انا مش مخففة العصير نفسه، تمام، عشان ينزل معايا روح كده، اروح ضغطه كده ضغطتين هينزل في ثواني، يعني هينزل على طول، تمام. مش قادره اقول لكم والله انه لازم تجربوا العصير ده، هيفرق معاكم جدا جدا في الطعم، مفيد جدا جدا للاطفال، كلها حاجات طبيعيه وفريش لاطفالنا والاولاد. شايفين طبعا انا عشان بصور بايد وبستخدم بالايد التانية، فمش عارف لو انتوا عندكم بقى معلقه بايديكم كده واعملوا بيها، هتنزل معاكم على طول. انا طبعا مش هعمل كل الكمية دي معاكم، لاني هخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. هنا بقى طبعا عصيرنا اللذيذ الجميل اهو، بعد ما صفيته بالمصفى وطلعت كل الشوائب، طبعا هرميها مش محتاجاها في اي حاجة خالص. هبدأ بقى ان انا اصب معاكم. يلا بينا نصب. معايا، نسيت اقول لكم، معايا للتزيين برضو الجوافة، ومعايا حب الرمان، تمام.
ودي طبعا الكمية اللي اتعملت معايا اهو، عملت 3 اكواب، وبعدين بقيت العصير اهو، والشوب الجميل اللذيذ، الكوباية بتاعتي الجميلة اللي انا بعشقها يعني. اهي ينفع ان هي تتقدم، قدمتها لكم النهارده بكذا شكل. ممكن تحطوا قطع رمان وتقطعوا قطع سوري جوافة، ممكن تقدموها كمان مع قطع التلج، تمام. وكمان ممكن تجيبوا، عارفين المكعبات التلج، تحطوا تلج وميه وجواه حبات من الرمان، عشان لما تطلعوا التلج تلاقوه فيه قطع رمان كده، بيبقى شكله حلو جدا جدا، بيدي طعم ونكهة لذيذة جدا 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 للعصير. مش قادرة اقولكوا بقى ان الطعم خرافي، جربوها، لازم أن تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. ده كان الفيديو معايا النهاردة. قبل ما اختم معاكم، لايك وشير ومنتدى يا جماعه، عشان ننزل لكم وصفات اكتر واكتر. اللي جرب الطريقه دي يا ريت يقول لي في الكومنت او التعليقات، واللي لسه ما جربهاش اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه، هتعجبكم جدا جدا، هتعجب كمان خاصه الاطفال. لو رايحين مدرسه، رايحين درس، جيبوا طبعا العصاير المعلبه، مفيش احلى من الحاجات اللي احنا بنبقى عاملينها في البيت وبتبقى فريش. دي كانت وصفتنا النهارده. قبل ما اختم معاكم، احب اقول لكم لسه مش مشترك في القناه، يا ريت يشترك ويعمل لايك وشير وسبسكرايب. شوف شوكم بخير، باي باي. مقادير: 3 حبات من الجوافه، نص كوبايه سكر او 3 معالق، وممكن الاستبدال بالعسل الابيض، كوبايه رمان، تمام، ونص ليمون. نضرب كله في الخلاط، واول ما يتضرب معايا ويبقى كريمي نبدا ان احنا نصفيه في المصفى السلك. وبعد لما نصفيه في المصفى السلك نبدا نقدمه في كاسات او كوبايات على حسب الرغبه. نبدا بقى ان احنا نزينه بالقطع الرمان والجوافه. الجرناشه دي على حسب رغبتكم، او التزيين ده على حسب رغبتكم، على حسب ما بتحبوا. بجد المشروب ده حلو جدا جدا، او العصير ده حلو جدا جدا، جربوه.